توقيت غرينيتش مع خالد العبيدي على EFM أحلى راديو. تحياتي، مرحبا نهاركم فل، الناس كلها اهلا وسهلا بكم في رونديفو جديد من بتوقيت غرينيتش. صباح الفل، صباح الياسمين، نهاركم زين الناس كل، مرحبا بكم وين ما كنت تسمعوا فينا. اليوم 13 جانفي 2023، سويعة من زمان نبداو بها النهار بالأخبار العالمية كالعادة. ربي عينكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، ربي عينكم في القمة متاع الصباح، ربي عينكم في الخرجة من تحت الخطا في الصباح هذا، باردة ما طلبنا شتاء، طلبنا البرد، هاو جاي البرد وهاي جيت الشتاء. البارح حسبت شوية مطر، إن شاء الله تزيد تصب اليوم بالباهي. أوقات ولا أحوال الميتيو تعرفوها إن شاء الله، السبعة متاع الصباح مع شاي ما أونتر تو. إحنا كالعادة باش نحكيو في الأخبار العالمية، تغيب علينا فرح اليوم مش نحكيو في زوز أخبار داروا برشا على مواقع التواصل الاجتماعي في 48 ساعة الأخيرة. باش نحكيو على افتتاح أول متجر غريب من نوعه يبيع الماريخوانا في نيويورك، وباش نحكيو على جدل كبير حول زين الدين زيدان والعركة متاعه مع رئيس الجامعة الفرنسية نويل لوغريت، والشخصيات العديدة والعديدة جدا اللي دخلت في الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي. في أخبارنا اليوم باش نحكيو على العراق والفرحة التي عادت للعراق من خلال خليجي 25. كأس الخليج تعود إلى العراق بعد سنوات من الدمار خلينا نقوله، والفرحة تعود على وجوه العراقيين. باش نحكيو بأكثر تفاصيل على الحدث هذا. باش نحكيو زيدا على المصالحة الوطنية في ليبيا، برشا أخبار على البلدان العربية، يمكن يكون هذا التوجه الجديد في برنامجنا. مصالحة وطنية في ليبيا، المغرب نحكيو عليها اليوم زيدا، ملف المناصفة بين الرجل والمرأة ومشروع القانون، علاش فما اليوم جمعيات في المجتمع المدني وحتى أحزاب سياسية تحكي على تفعيل قانون المناصفة بين الرجل والمرأة، وشنو هي الحالة، شنو هي السيتواسيون في المرأة في المغرب بارابور للموضوع هذايا. التفاصيل نعرفوها طبعا بعد شوية. باش نمشيو لأمريكا، ما بين العواصف السياسية والكوارث الطبيعية، الولايات المتحدة الأمريكية تعيش اليوم أيامات صعيبة. باش نحكيو على اقتحام القصر الرئاسي، قصر الرئيس دخلوا له مش كان هو البرلمان والمحكمة العليا، وين صار هذايا في البرازيل، كيفاش كان رد لولا دا سيلفا الرئيس الفائز بالانتخابات. بعد شوية نسمعوه، الصين تفتتح الحدود بعد 3 سنوات من الكوفيد. شفنا لقطات مؤثرة جدا متاع عائلات ما شفتش بعضها عندها أكثر من 30 شهر، ديزون ما بين عامين ونص وثلاثة سنين. لازم نعرفوا اللي احنا وقت اللي خرجنا من الكوفيد وتو يبدو ان الكوفيد ولا ذكرى، الصين ما زلت عايشة على سياسة صفر كوفيد. دونك اللقطات اللي شفناهم حاجة خارقة العادة، باش نحكيو فيهم بأكثر تفاصيل بعد شوي. صباح النور، هذه بتوقيت غرينيتش، ان شاء الله نهاركم زين، وتفكروا ديما انه ربي قال ان مع العسر يسرى. صباح النور، سيفي وندر، I just called to say I love you. 26 دقيقة بتوقيت تونس، 25 دقيقة بتوقيت غرينيتش. باش نحكي على بعض الأخبار اللي دارت على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم. تغيب علينا فرح، باش نعمل هنا الفقرة مثالش برا بركة. باش نحكي على أخبار دار برشا في الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم في العالم. افتتاح أول متجر لبيع الماريخوانا في نيويورك بعد تعديل ولا بعد تبديل القوانين. القانون هذا مش يولي سائد، ديجا سائد في برشا ولايات من الولايات المتحدة الأمريكية، وقاعد يتعمم شيولي موجود في 36 ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية. أول متجر في نيويورك، طبعا نيويورك عاصمة العالم، كان حدث، وصاحبة المتجر ولات مشهورة والأخبار ولا ترانت في العالم الكل. معنيش فهم، فمش برشا تفاصيل تتقال على الأخبار، لأنه الأخبار في حد ذاته بومبا شوية، دون لسانس أو ربما لا تندانس انك تعرفوا العالم الكل يمشي على الريتم تاع الولايات المتحدة الأمريكية. إذا كان الأخبار ولا إذا كان القانون ولا سيري المفعول في أمريكا، ربما يبش يبدأ يتعمم في برشا دول أوروبية ومن ثم في دول نامية، وربما نشوفوه فكل بلاد اللي نخموا فيها أنا وإيكم تو. ونحبش نقول اللي نحكي على تونس، كواكو مش حكي لكم حكاية ميسيلش مستمعين، ما زلنا كي قمنا مش نحكي لكم حكاية. واحد يلقى روحه يحكي على الماريخوانا على الصباح، أما ميسيلش
في كندا، في كندا ديجا القانون سيري المفعول، فما برشا دي شوب معناها يبيعوا فيهم تو سكي مواد مخدرة، اما ما نحبش نقول الكلمة، اما ماهيش مضرة بالصحة، ديزا نحكيو على سوفت دروغز ولا حاجة هكيك، ماهيش كل مخدرات اللي تسبب ادمان كبير، والا ماهيش المخدرات اللي سبب ضرر صحي كبير وغيره، ربما يقولوا عنده استعمالات صحية مانيش ندخلوا فيه الموضوع، اما القانون سيري المفعول تعرفوا مليح. مثلا في هولندا الحكاية مقنة، والدراسات الكل اثبتت انه في البلدان اللي تم فيها التقنين متاع الحكاية تنقص الكونسوماسيون. به في كندا موجود الشيء، في كندا فما متجر متاع سنوب دوغ، سنوب دوغ مغني الراب الامريكي المعروف اللي معروف يستهلك برشا ماريخوانا، عنده ان شوب، عنده كيل قهوة ولا كيل حانة ديزون، بارتي للمواد الكحولية وبارتي للمخدرات بجميع انواعها الغير مضرة. بس فلا منحب ما نعرفش التعبير كيفاش مستمعين، نخاف نقول غير مضرة بس ساحة تقولوا فيش يحكيش السيد هذايا ولا نكون غالط. ان توكا اللي ضررها ماهوش كبير ياسر، به بمختلف انواعها، هذايا اللي فيه نتاعها شنو، هذايا اللي فيه نتاعها شنو، هذايا تعمل لك الوسيناسيون، هذايا ترتح لك اعصابك بالشيء هذاك الكل. ان توكا فما كارتا في نتاع المنيو عليها الخريطه نتاع العالم، الخريطه نتاع العالم هذايا تمشي بالالوان بالديغراداسيون، البلاصه اللي فيها تربه صالحه الاكثر، صالحه الاكثر لزراعه الماريخوانا وزراعه الحشيش وغيره تكون احمر، تكون حمراء اكثر من الاخرين. فمثلا نلقاو انه في كولومبيا التربه حمراء، في افغانستان زيت احمر شويه، في برشا بلايص المعروفه في المغرب مثلا التربه تلقاها حمراء، معناها الخريطه نتاع المغرب تلقاها حمراء، معناها بمعنى ارض صالحه لزراعه نوعيه باهيه، كاليتي باهيه من الماريخوانا. اكثر بلاصه حمراء في الخريطه، ركزوا معايا مليح، اكثر بلاصه حمراء بمعنى احسن تربه لزراعه الماريخوانا وزراعه انواع اخرى من الحشيش والمخدرات النباتيه في العالم هي تونس، والدراسات تقول انه احسن تربه موجوده في سليانة. سليانة جاءوا خبراء عالميين في الكيفية الخمرجية متاع عادل إمام هذيك متاع بوبس، جاءوا خبراء عالميين عملوا دراسة على التربة متاع سليانة، فاكتشفوا انه التربة متاع سليانة هي اكثر ارض صالحة لزراعة الماريخوانا في العالم. وفما ان كورون اليوم في تونس، فما اطراف جمعياتية بالاساس بون حزبية شوية زادة تشجع على تقنين الشيء هذا، تبديل القانون 52 طبعا، وتقنين زراعة الماريخوانا وتصديرها. ربما يقولوا العباد هذوما انه الفلاحة يعني النوع من الفلاح، نوع من الفلاحة هذا ينجم يدخل تونس برشا فلوس. ويقال زادة انه مثلا فما لوبيات مغربية ولوبيات من العالم تحارب باش تونس جوستمون ما تقننش الشيء هذا، لانه ما نجمش نقولها اوترمو، اما لانه الكاليتي متاع البرودوي اللي باش تولي موجوده في تونس باش تكسر السوق عليهم الكل. لانه نرجع نقول ثبت علميا انه التربه متاع سليانة فيها هي الاحسن جوده لزراعه الماريخوانا. داير فما من المدافعين، مانيش نجبد اسامي انا، فما من المدافعين على تقنين المخدرات، نوع من المخدرات في تونس اللي تشوفوهم برشا في التلفزة، ديجا عندهم أراضي وعاملين انفستيسمون، عندهم أراضي في سليانة ويسعوا باش يبدلوا القانون، وكان يتبدل القانون يبداو في الزراعة مباشرة ويوليوا أغنياء. هذاك علاش ربما ما عندهمش اون سيرتين كريديبيليتي، معناها تحسهم يقال في الكواليس أنهم ما همش يدافعوا على الحكاية بصفة مبدئية، بل يدافعوا على مشاريع اقتصادية شخصية حقهم فينا الماء هو. أما يقول القائل في ظل الأزمة اللي عايشتها تونس، أي حاجة ربما نجم تعاون للخروج من الأزمة الاقتصادية هذية ربما تكون مباحة. انتو كموضوع للنقاش،
وصلنا نحكيه على سليانة اللي نفكر الدراسات العلمية أثبتت أنه فيها أحسن تربة لزراعة المخدرات، من الأخبار لولاني اللي يقول أنه تم افتتاح أول متجر لبيع الماريخوانا في نيويورك. باه كملوا الأخبار متاعنا، باش نحكيه شوية كورة. أنا برشا ما حكيناش كورة ربما من الوقت متاع ولا من البريود متاع الكوب دي موند في فرنسا. بوليميك كبيرة هلايه ما يتحول رئيس الجامعة نويل لوغريت، واللي صار هو أنه في تدخل ليه على RMC تسأل شنو أحساسه كان زيدان يولي راني في البرازيل. السؤال جاء بعد أخبار التمديد في الكونتراتو متاع ديدي ديشان، وهاو كيفاش كانت الإجابة نسمعوا مع بعضنا. Président Le Graët, ça ferait quand même mal au cœur de voir Zinedine Zidane partir au Brésil, non ? Non, mais il nous a dit qu'il n'était pas intéressé. À moi ? Alors, j'en ai rien à secouer. Il peut aller où il veut. Il peut aller où il veut, dans un club. Il en aurait tant qu'il veut, en Europe, dans un grand club. Sélection, j'y crois à peine. Il n'a pas tenté de vous joindre, là, ces derniers jours, non, Zinedine Zidane, non ? Ah, certainement pas. Je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club. Ouais, sélection. Ça me fait signe, calme-toi quand le seul partisan de Zidane te parle. ما تيريش تأشير كجوية جنتي جولي هنا سكوه ما يهمنيش ما تتحرك لي حتى شعرك. وزيد كيف سألوه كلمك زيدين زيدين وإلا لا بعد القرار متاع تمديد الديشان قالهم كان كلمني راني ما هزيتش عليه هذه الكلمة اللي أفاض القطرة التي أفاضت الكأس. كان كلمني راني ما هزيتش عليه، ما عندي ما نحكي معاه، وهانو قدامكم جيبوه أعملوا به إميسيون تو يدبر جمعية. طبعا الديكلاراسيون هذية دارت العالم الكل والفرنسيس خاصة هاجموا رئيس الجامعة ودافعوا على شخصيتهم والبطل متاعهم المفضل الملعبية لقدم تكلم. البعض منهم سياسيين هاجموا رئيس الجامعة في البلاتوات الإعلامية وحتى في البرلمان، وصحفيين هاجموه بطريقة يستاهلها الحقيقة. أما تبقى ولا بقات أقوى رياكسيون هي التويت اللي هبطوا كيليان مبابي واللي قال فيه زيدان ولا زيدان سي لا فرانس. هاكم تشوفوه التويت على الباج فيسبوك راديو يفام وعشان يوتيوب يفام تي في. كيليان مبابي قال زيدان سي لا فرانس اون نو مانك با دو ريسبي على ليجوند كوم سا. تويت تشاف حتى للبارح 8 متاع الليل تقريبا 84 مليون مرة. انورم الضغط متاع العبيد هذوما. طبعا اجبر رئيس الجامعة على تقديم اعتذاراته وقال انه اللي تقال ما يعبرش على اللي في تفكيره وعلى القيمة الكبيرة اللي خصصها لزين الدين زيدان. أما الموضوع ما زال سخون وبش يبقى سخون طبعا في الأيامات الجاية. نختموا الترندينج انترناسيونال بخبر طريف شوية. نحكيه على قائمة الأسماء متاع المواليد الجدد فين في البيرو، ونجموا ناخذوا فكرة على المواليد الجدد في أمريكا اللاتينية الكل على الريتم متاع ولا على الإيماج متاع البيرو. في البيرو في 2022 وخصوصا في الفترة متاع كأس العالم تم تسمية أكثر من 30 ألف بيبي باسم ملاعب. شكون الملاعب زعما؟ طبعا بعد تألق كيليان مبابي وتألق ليونيل ميسي في كأس العالم قطر 2022، أكثر اسم تسميوا به الأولاد الصغار في البيرو هو طبعا كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو تم إطلاق اسمه على 30 ألف بيبي في البيرو. 700 كهو تسميوا بولي أونوماج للستار دي فوتبول اللي فرقتنا، و 267 طفل صغير فقط تم تسميتهم ميسي. الغريب أنه فما 167 طفل مولود جديد. تعرف شنو سموهم في البيرو؟ سموهم أرجنتينا. ربما بنات أكثرهم بنات سموهم أرجنتينا، به الاسم أرجنتينا. وتم تسمية 230 رضيع جديد ولا مولود جديد باسم امبابي. دونك نحكيو على 30 ألف بيبي تم تسميتهم كريستيانو رونالدو في البيرو. ظهر هذه انتشرت برشا 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 في الأمريكا اللاتين. اليوم في ظل الصعوبات الاقتصادية اللي يعيش فيها العالم الكل، وفي ظل ان كونتر بارتي وهذا البارادوكسال السالاريات الشهريات الخارقة للعادة باش ما نقولوش حاجة أخرى متاع الكورجية، عنا إحساس أنه الأباء في العالم الكل ولا الأولياء لي بارون في العالم الكل شنو الحلم اليوم؟ ما عادش طبيب
ما عادش مهندس، ما عادش بيلوت، شنو تحب تطلع ولدك؟ تحب نطلعه كوارش. نعملوا ترتيحة مع الموزيكا، والموزيكا هذية باش نهديوها صديقتي مريم رقية اللي عيد ميلادها وتعدى هو في الويكاند. مريم نقول لك جويوز انيفرسير، الاغنية هذية نعرف تحبها برشا، نسمع مع بعضنا وائل كفوري البنت القوية. إذا أنت تركت دقيقة بتوقيت تونس، 45 دقيقة بتوقيت غرينيتش. TFM انتم تسمعوا في بتوقيت غرينيتش مع خالد العبيدي على TFM احلى راديو. مرحبا بكم من جديد. دونك حكينا على البوليميك اللي صارت ما بين نويل لوغريت رئيس الجامعة الفرنسوية وزين الدين زيدان. باش نبقاو مع الكورة رغم اللي الاخبار اكثر منه سياسي كو رياضي، ولا خليني نقول انساني ماهوش سياسي. بلاد نحبوها برشا، بلاد توجعنا عليها برشا، بلاد جيلنا خاصة شافها كيفاش انهارت وشافها كيفاش تنهبت وشافها كيفاش عانات وما زالت تعاني باش ترجع ولا باش ترجع الفرحة على أرضها. المؤشر الباهي جينا من كرة القدم، كأس الخليج يعود إلى العراق بعد سنوات من الغياب وبعيد على التصاور متاع الفرحة في الشوارع وتصاور الفرحة البير حتى بانتصار العراق على السعودية 2-0. الإحساس طبعا يفوق ماتش كورة والنوسيون متاع الربح والخسارة، ويمكن الإحساس عبر عليه مليح المعلق خالد الحدي في حفلة الافتتاح اللي كانت زادة ممتازة جدا. ها هنا نعود مرة أخرى، ها هنا نأتي بكل الشوق بكل الحب، نأتي إلى هذا التاريخ، إلى هذا العراق الجميل. نعم نعود لكم مرة أخرى بالقلوب قبل الأرواح، نأتي إلى هذا العراق. صبرت كثير وصبرنا وياكم، نحبكم حال. اي والله صبرتوا كثير وصبرنا وياكم. والله الحقيقه المشاهد قشر الحم، المشاهد نتاع الفرحه نتاع العراقيين حاجه استنيناها برشا، حاجه ربما خلنا انه ما عادش باش نراوها. الكوره رغم اللي صارت برشا حكايات وطور دو تنظيم حفل الافتتاح وغيره وغيره وغيره، اما الفرحه اللي شفناها على وجوه العباد في الاستاد في الشوارع خلينا نقول ان شاء الله تكون بدايه خير ونقطه انطلاقه عوده العراق القوي، على خاطر الكلنا نحبوا العراق والكلنا نحبوها ترجع حتى اقوى من قبل. بلاد اخرى قاعده تسترجع في قوتها وكيف كيف ماذا بينا نشوفها رجعت حتى خير من قبل. نحكي على ليبيا وين تتواصل فعاليات الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحه الوطنيه في طرابلس العاصمه. نحكي على مؤتمر الهدف منه اتمام المصالحه الوطنيه بمختلف مساراتها وبمشاركه كل الفاعلين السياسيين والفاعلين في المجتمع وعلى ارض الميدان، والاهم تمهيد الطريق والا التحضير بالباهي للانتخابات المتعثرة عندها فترة. لم الشمل دونك بين الليبيين هو الغاية وهو ما نتمنيه. طبعا ليبيا لباس معناها تونس لباس، والهدف الأول يبقى دائما الرجوع التام للاستقرار. باش نعملوا اليوم طلة زادة على المغرب الشقيق، برشا تطور في برشا مجالات والتقدم يبدو أنه اليوم وصل لنقطة البحث عن تقديم مكانة أهم للمرأة. 11 سنة التالي دستور المغربي في المادة 19 كرس مفهوم المناصفة بين المرأة والراجل بتأييد من الملك محمد السادس اللي في السنوات الأخرانية وفي معظم خطاباته الرسمية يخصص بارتي يحكي فيها على تقوية دور المرأة. كوكو فما بطء من 11 سنة التالي وانتجاي في تفعيل ولا تجسيم المناصفة هذية في الواقع، وهنا جاء دور المجتمع المدني. ائتلاف المناصفة دابا معناها الآن، ائتلاف المناصفة الآن خليط من جمعيات مدنية وحقوقية وحتى قيادات حزبية. شنو عملوا ذوما سيدي؟ عندهم سنوات يخدموا على تفعيل وتحقيق المناصفة الفعلية بين الجنسين في المغرب، ومؤخرا
قويوا شوية في الريتم تاع النشاط متاعهم. كيفاش؟ بعثوا مسودة قانون لرئيس الحكومة المغربية يطالبوا فيه ببداية تفعيل المناصفة باش تصبح كلية من هنا ل 2030. اي بورتون كيف نشوفوا الأرقام ما نلقاوهاش كارثية في القطاع العمومي. مثلا نحكيوا على 60-40، 60% رجال و 40% نساء. أما المشكل هو أنه شطر نساء هذوما يخدموا في حاجات ما تتطلب الشهادات جامعية، بمعنى خريجة الجامعة في المغرب ما عندهاش نفس الشانس متاع الركروتمون كيما الرجل، بخلاف مشاكل العاملات في المصانع في المعامل وفي الأراضي الفلاحية اللي ما يتمتعوش بحقوق بسيطة كيما التأمين الصحي وغيره. تحركات المجتمع المدني ماشية في نفس التوجهات اللي صرح بها الملك، دونك لوجيكمون انتجتها باش تكون باهية إن شاء الله في السنوات القليلة القادمة. تصدق توقعات هذية وإلا لا؟ المستقبل إن شاء الله يجاوبنا. فاصل صغير باش نسكروا الدوسي نتاع البلدان العربية، باش نحكيو بعد الفاصل على أمريكا، باش نحكيو على اللي صار في البرازيل، ونحكيو على فتح الحدود في الصين بعد 3 سنوات من الكوفيد. كي تقول ربح تقول إيفام، كي تقول العب يلا تقول برشا فلوس، أما كي تقول العب يلا على إيفام تقول باش تربح برشا 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 فلوس. اي مديون العب يلا من الاثنين للجمعة من الاربعة للخمسة متاع العشية مع وليد زريعه. العب يلا مع اتصال تونس و اي اف ام، احلى غاديو اي اف ام. انتم تسمعوا في بتوقيت غرينيتش مع خالد العبيدي على اي اف ام، احلى غاديو. هاي سيدي نحكيو على الولايات المتحدة الأمريكية، وين صارت انتخابات رئاسة مجلس النواب، وانتصر المرشح الجمهوري كيفين ماكارتي بنسبة خفيفة على الاخر. وفي اول قراراته او وعوده تعهد بمساءلة ادارة جو بايدن على ما عملته في العامين الاخرانيين، وخاصة اللي صار في علاقة بالحرب الروسية الاوكرانية والفلوس اللي صرفتها امريكا في الحرب. الجديد في امريكا زاد بعد العاصفة الثلجية اللي ضربت في شرق البلاد في اخر سنة 2022، غرب البلاد هو زاد كان ضحية كارثة طبيعية، امطار غزيرة وعاصفة شديدة ورياح عاتية تسبت في انقطاع الكهرباء على عشرات الاف الديار، تحطم مئات المنازل ومصرع 6 ضحايا في اقل تقدير. اليوم قاعد يتم اجلاء السكان لمناطق امنة، كما تم اعلان حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا وسط تخوف من تحول العاصفة لإعصار قنبلة يهدد 30 مليون شخص. في وسط هذا الكل الأمريكان حلوا عينيهم في الساعات الأخيرة على حادث مؤلم هز المواطنين الكل، إصابة خطيرة المعلمة أمريكية بطلق ناري في ولاية فيرجينيا من طرف، ركزوا مليح، اللي ضرب المعلمة بالكرتوش طفل صغير عمره 6 سنوات. المشكلة هنا هو أنه ماناش نحكيه فورسيمون على أكسيدان، الطفل كان يتعارك مع صاحبه وكيف دخلت المعلمة ضربها بالكرتوش، واليوم التحقيقات مفتوحة باش يعرفوا كيفاش أساسا وصل السلاح للوليد الصغير. وبالطبيعة رجع نقاش على قانون حمل السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية. كيف يحكم اليمين المتطرف؟ خروجه من السلطة يكون صعيب، هذا الكونستا اللي تأكد مرة أخرى مع اللي صار في البرازيل. أيامات قليلة بعد صعود المرشح لولا دا سيلفا النقابي اليساري للرئاسة على حساب الرئيس المنسحب اليميني جاير بولسونار، شنو يصير يا سيدي؟ ركزوا مليح، ساعة لازمنا نعرفوا أنه بعد صدور نتائج الانتخابات أسابيع التالي الأنصار سكروا الكياس ووقفوا البلاد وقالوا ماناش قابلين بنتيجة. جديد في الساعات الأخيرة أعمال شغب واقتحام منظمين في القصر الرئاسي، في مقر البرلمان وفي مقر المحكمة العليا.
دخلوا كسروا سرقوا نهبوا حرقوا ودخلوا الدنيا بعضها وما تفضت الدنيا كان شوية عنف. نحكيه على جماعات جاءوا بكيران منظمة باش يهدوا مراكز السلطة ويطالبوا بترجيع الرئيس المتنحي جاير بولسونار اللي خرج تكلم. وشنو قال لهم العباد اللي مشيت تساند فيه؟ قال لهم اللي عملتوه ما يجيش وما عنده حتى علاقة بالديمقراطية. من جهته الرئيس الجديد لولا دا سيلفا تكلم هو زادا وقال اللي المجموعة هذوما باش يتحاسبوا وأنه ماهوش باش يسمح لحتى حد بالعبث بمكاسب الدولة وعلى رأسها الديمقراطية. نختم أخبارنا مع الصين. مانيش باش نحكيه على التوترات والاستفزازات القائمة مع تايوان والولايات المتحدة الأمريكية، باش نحكيه على خبر يفرح على كل يفرح الصينيين بيدهم برشا برشا. بعد 3 سنوات من إغلاق الحدود في جرة سياسة زيرو كوفيد، أخيرا رجعت كل الطرق تؤدي إلى الصين جوا برا وبحرا. حدث عاشوا الصينيين كأنه نصر في حرب مثلا أو حتى أكثر. في الصين فمع عائلات ما شافتش بعضها منذ 3 سنوات، من اللي عايشين البرة ومن اللي حتى عايشين في مدن أخرى ممنوع بينها التنقل. دونك بعد وباء قعد 3 سنين وما زال اختفت الحواجز في المطارات ورجعت حلت محطات القطار وتنحاو أكل مشاهد متاع الموظفين بالبلوزة الكاملة العازلة. أول رحلة تنقل كسرت غلق الحدود كانت رحلة قطار من هونغ كونغ، والمشاهد كانت مؤثرة جدا لمواطنين شاهدوا أقربهم المدة بعد ما غابوا عليهم المدة تجاوزت 30 شهر. أول رحلة طيران دولية باركونتر جيت من نيوزيلندا وللدخول كان كافي باش توري ان تيست نيجاتيف. قرار رفع القيود الصحية هذايا كان مفاجئ جدا من الحكومة اللي خلينا نقولوا استمعت لنبذ الشارع، شارع اللي عبر على رغبته للعودة للحياة الطبيعية لتفادي أكثر خسائر اقتصادية. الحكومة سمعت كلام الشعب، هل حسنا فعلت وإلا جاءوا في الأخر وبلبزوها؟ المستقبل كيف كيف أتوا يجاوبنا. أنت شنو تقول رجل الجملة؟ هل حسنا فعلت الحكومة الصينية وقت اللي رجعت حلت الحدود؟ العالم الكل قاعد يعيش بعد حالين الحدود، علاش ما تعيش الصين بعد حالين الحدود؟ لأنه الوباء ما زال منتشر، حتى في العالم الكل وباء ما زال منتشر، يعيشوا كيفنا دون لديني. في بالك بعد قرار حالين الحدود، اصبح نور ساعة بعد قرار حالين الحدود في الصين، فما برشا بلدان ألمانيا فرنسا وغيره فرضت دي تيست على الصينيين وفرضت معناها ان بروتوكول كامل على القادمين من الصين، وتوا فما توترات دبلوماسيه على مستوى الخارجيه نتاع بعض البلدان الاوروبيه والخارجيه نتاع الصين. قال لك معناها كان المواطنين نتاعي هما اللي طالبهم تيست نيجاتيف وجو هذاك الكل. دونك فينالمون رجع بعض الدول في العالم خايفين من المسافرين اللي باش يجيوهم مصير. فما تحول في الفيروس exactly. متحاورين جدد في الكوفيد والكلهم قاعدين يخرجوا من الصين. معناها كي كانت مسكره كنا نفيقوا بيهم قبل، دونك الدول هذوما كان عندهم الوقت باش يتحذروا لي فاريون جدد. توا خايفين ساعات، زيد نقول انا فما جيوبوليتيك، ساعات فما برشا حاجات اخرين راهو معناها هذاك هو ستر لا كنا نحكيه على خليجي 25، كأس الخليج اللي صارت في العراق، وشفنا كيفاش الشعب العراقي فرحان برشا، وشفنا كيفاش تنظيم كمام كان جيد لحفل الافتتاح، وشفنا تصوير عنا برشا ما شفنا ايش في العراق سورتو جنيراسيون تاعنا اللي عاشت النكسة متاع العراق، وفرحنا الكل بالتصوير هذي. انت زيد فرحان؟ أنا فرحانة، أما جاية زيدا نحكي على الجانب الأسود من التنظيم هذا. فضل مدام صباح خير، إن شاء الله الناس كل تكون بخير. أنا مثلا من العبيد اللي صار في العراق الحروب وكل سيتان تخوماتيزم بالنسبة لي، أنا سيتان تخوماتيزم خاطر كبرت وأنا نقرأ على الحضارة متاع العراق على بلاد الرافدين، مع العلم أنه العراق كمنطقة معناها جغرافية شهدت جميع الحضارات وما قبل الحضارة.
بلاد بأتم معنى الكلمة كي نقولوا راهو الغرب عمل كل شيء باش يهدمها ماهوش نظرية مؤامرة. هذا صحيح واقع، خاطر كي راهو الشعب العراقي اليوم حتى من الفيديوهات نعرفش كي تعرفوهم تاع العطويني تاع فيسبوك ولا لي تقول كيفاش الشعب العراقي ولا هكا، كيفاش معناها ولاو مهمشين هكا، كيفاش معناها القرايه والتعليم طاح، كيفاش الصحه طاحت، معناها سافي مالوك اخ. دونك في خليجي 25 الاتحاد معناها كاس الخليج العربي في 2019 عطاه للعراق. أيوة. مش على خاطر الدوسي قوي وكل، على خاطر فما حتى حد تقدم، دونك العراق اوتوماتيكمون وحدها خذيته. اوكي، مالك في 2019 عطاهم حق التنظيم تاع 2023 اي في مدينه أوكي. البصره، او دايور هي في الفيرسيون بالك ما قدم حد خاطر كلهم حابوا العراق تنظف. لا معناها سي با سا دونك وانا نقول العراق معناها بامكانيات ياسر محدوده عملت افتتاح تري ايموتيف. انا ياسر عجبني فرشي مارتين دايور، حاجه حبت تقري درس اولا للغرب وثانيا لدول الخليج. راني انا كيما منبع نهر دجله والفرات، انا هي منبع الحضاره في دول الخليج الكل. انا طبعاً اللي جبت الحضاره، انا اللي جبت لكم برشا حاجات. الجانب الاسود من هذا انه بعد الافتتاح اللي مريناهش احنا، مريناه في التلافز الخليجيه الكل، قال لك سوء تنظيم، خاطر صار ان بيتيت انسيدون اللي هو شنو صار تدافع. الجمهور اللي مشى للستاد اكبر برشا من العباد توقعتوا عليه. شعبي تحب تتفرهد تشوف حاجه معني حدث تاريخي، عباد عندها 20 سنه ما فرحتش، 20 سنه ما فرحتش، جهاز امني ماهوش قوي برشا دونك ما نجمش يتحكم في الجمهور هذاك الكل. دونك في تريبون دونور صار دفاع نتاع جماهير وقت دخول الوفد الكويتي. شوف الزهر دونك مع دخول الوفد الكويتي زعما زهر هي شنو ما نعرفوش الريبونس، احنا ما نعرفوش الريبونس. ما ديما نذكروا هوني اللي تاريخ العراق والكويت تاريخ مشحون برشا حاجات خايبه مع حرب الخليج نحكيوا عليها، حرب الخليج وصدام كيفاش حاب ياخذ الكويت كوم كوا مازال ما نعرفوش صحيح ولا زيد اللي الكويت عملت باش تسرق البترول نتاع العراق. دونك قعد فما انتروماتيزم وقعدت نكته كحله ما بين الكويتيين والعراقيين الى يومنا هذا، وريناها في الافتتاح هذه. دونك صار تدافع الوفد الكويتي يلدي عرك وضرب وما نعرفش كان العباد في المنصه الشرفيه معناها فهد النصر اللي هو رئيس الاتحاد ولو ريبريزونتون تاع الامير تاع الكويت. دوما دخلوا صار ضرب، خرجوا بتصريحات هبطوا تصاورهم في المطار وهما من الستاد طول اللي جيت بريفي. بداوا التلافز الكل تحكي لي فيرسيون الاولانيين اللي خرجوا، محاوله اغتيال الوفد الكويتي. من بعد واحد من الوفد الكويتي قال لك سرقوا لي ستوشي وكل وشدوا عليا موس كاريمون في التلافز. انا نقول هوني الفيرسيون تاعي انا تدخل سعودي قطري اماراتي باش يهدي الاجواء على خاطر نحسب باش تقول تدخل سعودي قطري اماراتي باش يشعلوا الدنيا. لا لا باش قلت راجل جمني ويلكم تو نظريه المؤامره. لا لا بالعكس، على خاطر بالوقت كيما الام بي سي مثلا بالوقت خرج قال راهو ما ينجموش يتحكموا في الجمهور، راهو سي با سا، وبالعكس العراقيين هما اللي نصحوا الوفد الكويتي انه يغادر حفاظا على سلامتهم. رابد هذاك اللي قال سرقوا لي ستوشي بالوقت خرج في فيديو في اليوتيوب وقال لي راهو ما سرقوا لي حتى شيء على الاخر. اي برشا تعليقات مشيت في السونس هذا نتاع الكويتي نتاع مش الكويتيين ما نظلموش معناها برشا بلاد كامله وشعب كامل، اما نتاع بعض الاشخاص في الوفد الكويتي حبوا سوا ديزون بالعاني نغصوا على الفرحه لاسباب سياسيه تاريخيه. حتى عراقيين يا اخي شكون اللي هدى العراق؟ العراقيين بيدهم هما اللي تسبوا في, في 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 سقوط العراق. اما فينا الموت نكته كحله كمام للاسف جيت من الكويتيين، وهنا كيما قلت انت باب التاويلات باش يبقى مفتوح. اسكو صارت من عراقيين بالعاني؟ اسكو الكويتيين عملوها بالعاني باش ينغصوا باش يفسدوا المشهد نتاع الفرحه نتاع العراق؟ مانيش انا ما نصورش عراقيين بعد تو سي زيفور والفلوس اللي تحطت في بلاد في كريز باش توري تصويره باهيه ليهم. لي كواكو الصحف الاجنبيه كل قاعده تحكي على حسن التنظيم وكيفاش سيتي امبرسيونون وارتستيكمون حاجه ما تصوروهاش. دونك يقعد ديما حاجه باهيه في تاريخ العراق، انا فرحانه بها وان شاء الله يكملوا هكا معناها. ما نجمو كان نكونوا فرحانين بها لانه برشا حديث
قال على حفل افتتاح قبل ما نشوفوه كيفاش يعملوا حفل افتتاح ينسيونا في الحفل الافتتاح متاع قطر بالامكانيات متاع قطر وغيره. اما انت عبرت عليها بالباهي الحكايه اون سيريموني تريزي موتيف برشا احساس برشا حديث كتبنا عندك حضاره قويه كيما حضاره العراق عندك ما تحكي طبعا وتنجم تخرج التصويره اللي شفناها هذه ان شاء الله يوفى على خير كاس الخليج هذه وان شاء الله العراق تنجح في التحدي نتاعها. احنا نجحنا في الوصول الى اخر البرنامج شكرا خليل في الاخراج ميرسي سليم في اف ام تي في شيماء رجاء ان شاء الله لاباس فرح كان تسمع فينا شوي اخر عندكم موعد مع الميتريو الاخبار مع نيس المكشيح بعد يجيكم بولين بسيس وباقي الفريق في ايميسيون Impossible. نهاركم زين وتحياتي. بعد شوية يجيكم برهان بسايس في Emission Impossible.